شو حياتي؟ كيفك؟ كيفك انت؟ الحمد لله، شغل كتير مثل ما شايف. ما قلت لي مرتاح بالشغل؟ اي شغل؟ عنا بالشركة. ما شركتي القديمة ما قبلوا يعطوني لا استقالتي ولا كتاب براءة ذمة، كيف بدي اشتغل؟ معلش، الاستاذ قال تداوم عنا لحد ما تاخد خلو طرف. ما اسم العلاقات العامة عندكم بالشركة بعتوا لي مسج وقلت بالمرة بيجي وبكحل عيوني بشوفتك. شو يا أنور؟ بلشنا؟ ترى الأستاذ سالم أبداً ما بيحب نخلط العلاقات الشخصية بالشغل. أي والله إذا عرف بيفصلنا اتنيناتنا. يا عمري ما تخافي، ما رح يفصلنا ولا شيء. ما هو أساساً لشو وظفني حدك؟ مشان يسرع زواجنا، مشان يقربنا من بعض، ما هيك؟ أي هيك. الولد وايد حلمان، عايش بجوه. ايه وقلبه مشتعل نار يا عمي، وده يتزوج اليوم قبل باكر. والله يا مروان ما حد قلبه مشتعل نار كثر يعني. تكفى يا مروان، الشغلة اللي قلت لك عنها أبيك تنجزها بيوم يومين ثلاثة أيام بالكثير. أنا ما أقدر أتصور إن واحد ثاني ياخذها مني. أفا يا عمي، أفا وأنا موجود، لا تشيل هم. أنا اطمنت إن الولد راح يحتفل معاي بوظيفته الجديدة. مو بس وده يحتفل وياك، لا مثل ما سمعت وده يعرف أسرار الشركة كلها منك أنت. حريمته. احنا نمر بمؤامرة يا مروان، مؤامرة كبيرة. عفا عليك يا عمي، ونحن قدها. ميس، انا الحقيقة عندي كلمتين بقولهم لك. تفضل استاذ. ميس، الحقيقة انا بكافج على مجهودك الاخير اللي اثمر عنه هذه الجروبات السياحية كلها عندنا هني في المنتجع، وبرفع مستمات من سكرتيرة خاصة إلى مديرة مكتبي. أستاذ هيدا كتير علي. لا كتير شكراً، كلك زوق. مجهودك يستحق هذا. شكراً شكراً شكراً. تفضل نطالع. يلا. أنت دششت براس أختي هالفكرة، مستشفى وخرابيط، أنا أدري ليش. إيش تقصد فيصل؟ تبي تصير مدير المستشفى وتلط الاكل والماكو؟ بس ولا كلمه. انا ادري ليش انت معترض، انا اللي بقول لك الحين. انت خايف ان من ورثك من اختك بينقص، مو كذي؟ اي طبعا. ما تستحي على ويك، ما تستحي على ويك. انا بدك على الخير والنعمه اللي عندك، حاط عينك على ورث اختك؟ هذا شر ما ينزعل منه. زين افرض انك انت اللي مت، من اللي بيستارثك؟ مو اختك؟ أعوذ بالله، فال الله ولا فالك. اطلع برا، اطلع برا لو سمحت، اطلع برا. هين يا نايف، ما عليه، بين الأيام. استحي على ويك الحية بدل ما يخاف عليها. معقولة؟ شو الخرابيط اللي قاعد أسمعها يمه؟ مثل ما سمعتي يمه. سوي ليش ساكتة؟ ايش ما تحكين كل هالمدة؟ شو اسوي يا يمه؟ كل يوم اقول باكر يتغير الحال، وهي 20 باكر ولا يتغير شيء. كل يوم احس انه يبعد عني اكثر واكثر. يمه ايش مشكلته طارق؟ ما قلتي لي ده هو كارهك ولا في اشياء بحياته احنا ما نعرفها؟ احس انه وده يعرف عني اشياء وايد. يقول لي كان المفروض يصير بيننا فترة خطوبة عشان نعرف بعض اكثر. سبحان الله، ولد عمي ما عرف عنه شيء. الله يرحم أبوه كان معادينا، كان يحب يتدخل في كل شيء. ليش كان يبي منه؟ يبي يمشي حياتنا على كيفه، وأهم شيء يقول إنه ما عندنا بنت تدرس ولا تشتغل، البنت مكانها البيت. معقولة؟ في أحد يفكر بهالعقلية يما؟ أبوك حاول إنه ما يقاطع، بس شو يسوي؟ عنيد الله يرحمه.
يما أخاف طارق يطلع مثل أبوه. لا أعوذ بالله، طارق فرق عنا، على خل طارق متفهم متفتح ما يطوفه فرق. أبوك كان كذي يقول عنا. الله يهديني، أمي وأبوي يعلموني على طباع زوجي وأنا ما أعرف عنه شيء. بس يا يما المواضيع هذه ما ينسكت عنها. يما لا تقولين يما، قلتلك المفروض ما تسكتين عن المواضيع، وانسكتي زادت المشكلة أكثر. أهم شيء. الله يوفقك يا يبا، الله يوفقك يا وليدي، وتشوف السعادة والفرحة. قول آمين. أنا أبدك، أنا أبدك. هذه 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 بعد مني بالعافية. يلا باي، مع السلامة يبا. مشرب العصير عشان صحتك، هذا فيتامين سي. بزن شمال، هذاك اول فيتامين سي وقهوه عشان واحد يقول شعر، الحين غير خلاص. انا الحين جامعي، بصير محامي، بتزوج، بصير عندي عيال. لا والله، يا سلام، عشان بصير محامي ما تبيني اهتم بصحتك؟ هاك هاك شرب. انت اوفر. بس بس وي 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 يما يما، شوي شوي، لا تقص شوي شوي. وي بسم الله عليك يما، بس كافي كافي كافي. أسولف وياك بسالفة تقومين تحججين. أخي ما شو أسوي، ما أبي أتكلم في المواضيع، خلي الأمور تنحل بروح، ويمكن تغير بروحه بعد. ماكو شيء تغير بروحه يا يما، بمجهودنا إحنا. وبعدين تعالي، ما يصير نظلم الريال، ما يصير نظلم طارق يا يما، ما يصير. يا إيش تقصدي؟ أنت من صدقك ولا كنش دكتورة مثقفة وفاهمة ومتعلمة؟ إيش فيك يما؟ مخك وقف، بسم الله عليك. حبيبتي يما، لا تلفين وتدورين، قولي لي ايش تقصدي. سمعيني يا عدل، احنا خلينا نفكر شوي. انا ادري ان بنتش حلوها، ستايل ستايلك حلو يا يما، ويمن باربي باربي شحلاتها حبيبتي انت. بس شوفي، ما يمنع ان نسال الريال شحب، شحب من لبس، من اسلوب، ممكن من عطر معين، ميك اب معين، يعني ما تدرين. حلو انك انت تاخذين وتحطين معاه في هالشيء يا يما، هذا التغيير يعطي نتيجه. وبعدين الشغله الثانيه، خليني اقول لك، عندك مثلا تكلمي معاه عن موضوع هو يحبه، وحاولي تنقين الوقت اللي ممكن تتكلمين معاه فيه في كل شيء. ايه يما، من صدقك يعني المواضيع اللي ما يحبها ما اسولف فيها، والمواضيع اللي يحبها بس اللي اسولف فيها، يتحكم فيني يعني؟ يا حبيبتي انتوا بعدكم صغار، للحين الحياه قدامكم. وبعدين في شغله واحده، الحياه مشاركه، الحياه اخذ وعطى، لازم تشوفين الشيء الحلو والشيء المر يا يما. وصدقيني اذا مشيتي ورا نصايحي راح تكسبين كل شيء، وذاك الساعه تدللين وتامن في اي شيء تبينه. وليش مطلوب مني ان انا اتنازل علشانه؟ هو ليش ما يتنازل ويحس فيني شويه؟
سمعي كلامي ما راح تخسري. على كل حال حصل خير. انا اقول خلي الامور تمشي مثل ما هي الين نشوف شو يصير تالي. اقول لك شيء، كلمني على السبيكر لحظة. تفضل يا ماجد. الله يعافيك. الله يبارك فيك. تفضل. بس يا استاذ ماجد انا اللي طلب. خير تفضل. ابيك ترسل لنا مسودة على المقالات المطروحة قبلها بكم يوم. طال عمرك تقصد يعني الصفحة الرئيسية اللي فيها اعلانكم. لا انا قصدي المجلة كاملة. ليش؟ صاير شيء؟ يعني يا اخ ماجد احنا نحب نعرف سياسة المجلة ونحب نعرف مواضيعك المطروحة. بس العفو يعني هذا شيء ما يخصكم. انا عم بطلال لما جيتك وقعدت معاك كنت وايد مرتاح لافكاري وتوجهاتي. شو اللي غير الحال؟ شو اللي بدل النظرة؟ لا 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 يا ابوك لا، نظرتي ما تغيرت، نظرتي مثل ما هي. مثل ما قلت لك من اول ما جيتني انت انسان اهل للثقة. وانت يا زيد خف طلباتك عليه شوي. الظاهر ان الاستاذ زيد حماسه خلاه ينسى اني انا اللي معنيه بالموضوع واني انا اللي مسؤوله عنه تماما. ارتاح طال عمرك، اصلا ما في اي طلبات. وبعدين ثقتنا بالاستاذ ماجد تفوق ثقته بنفسه. على كل حال يا ابوك ما صار الا الخير، واشوفك تالي وبانتفاهم. اهدي انت بس. يلا مع السلامه. الله يحفظك. يما شويش من قعدنا غدا ما مديت ايدك على الصحن، في شيء؟ اكلوا يما عليكم بالعافية. انا تريقت متأخرة ما اشتهيت غدا. نسيت ايش كنتي تسوين فينا انا وسلمان يوم كنا صغار؟ وقت ما ناكل تعبيني، اليوم انا بعرفك. سلمان ما ادري وين وليدي، شلون تبين اللقمة تنزل فيها وفيها يما؟ وليدي ما ادري عنه وين، ما ادري اذا كان حتشان ولا بردان ولا يوعان. الله يسامح اللي كان السبب. بس تعالي يا وياك كلهم تردين عليه انتم على هذا. جميع انا السبب، دام اني انا السبب بهدل جبال وجهك. الله يهنيك يا يما، ترى سلمان مو ياهل، تلاقينا الحين مع ربعه مستانس وما عليه شر، انت بس اللي منكدة على نفسك. ابي اعرف وين راح. الله يهداه بس لو يطمني عليه ويريح بالي. صراحة يا شوق ما تدري ايش كثر انا مستانس منك. اللي سويتيه معانا شيء كبير واكثر من اللي نستاهله. معانا؟ انت ومنو؟ اقصد يعني المجلة. انا وقفتي معك انت بس. انت اللي تهمني بس. اقصد تهمني لانك كنت استاذي وتعبت علشاني وايد، وانا بصراحة ما راح اطوف ولا فرصة اقدر ارد فيها جزء من جمايلك. ونعمة تلميذة والله. مع السلامة. مع السلامة. دندون هلا. هلا بأحر عروس بالدنيا. هلا فيك حياتي. انت تدرين عاد حدي ولهت عليك من يوم ما سافرتي، وانا صج 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 قلبي عورني ودي اشوفك. خير شو اللي صاير؟ ليكون رجعنا لقصة سلمان. دانا شو هالكلام اللي قاعد تقولينه؟ لا تقولين هالموضوع مرة ثانية، ترى صج ازعل منك. انا اسفة والله ما قصدي. انا على ذمة ريال، وهذا ولد عمي، مو من شيمتي ان انا افكر بريال ثاني. حبيبتي والله بعرف ما كان قصدي، كنت عم بمزح معك، ما كنت عارفه انك رح تزعلي. خلص انا اسفه. ولا يهمك،
أنا أصلاً صايرة عصبية ومتوترة، زعلانة على حظي. خير؟ شو اللي صاير؟ أي خير؟ من ويني الخير؟ أنا متزوجة ريال ما يرد إلا تالي الليل، وكل يوم يأجل شهر العسل، وأنا صج ودي أسافر، متضايقة، ودي أغير جو، ودي أغير النفسية اللي أنا عايشة فيها. أنت ليش كذي كلامك شائم؟ أنا مو شائم، أنا خايف من اليوم. ليش دائما تتكلم عن الفراق؟ خايف من شنو؟ حياة أنا أخاف من الفراق، من أنا كل يوم أحبك أكثر، وبعدين واحدة نفسك أنا ما أفكر يوم الأيام إن أهدها. زين بس في شغلة ثانية بعد، ما لاحظت لما تقعدين معي ما تقولي كلام حلو؟ حرام عليك، أنا كل كلامي معاك حلو أصلاً. لا لا، أنا قصدي إن في كلمة بخاطر أسمعها منك. شنو هالكلمة؟ كلمة بس كلمة. ما راح أقولها، مستحيل. أنا بخاطر أسمعها يعني. هذه الكلمة ما تنقال، تنحس. تنحس وأنا أبي أحس فيها، قوليها، أبي أحس شيء بصوتك، أشوف إحساس شلون يعني الكلمة تطلع منك. ما راح. ولا إنزين يعني أغمض عيوني عشان تقولينها؟ أبي أسمعها أنا بس، ما بشوفك. أوكي أكيد. يلا ها. لا تغش، قاعد طالعني. أوكي ها، يلا زين كذي. ما قاعد تشوفني؟ لا. أكيد. أكيدين. يلا. يلا بسمع. تعال. شفتي تبي تنحاشين ها؟ والله من صدقك. ترى كلها كلمة. الناس قاعدين يطالعوننا. عادي ما لي شغل بحد، يلا قولي. سوري. يلا قولي. ما راح اقول. ابي اسمعها، يلا قولي، خلينا صار قدام العالم. اكره زين. هذه الكلمه الوحيده اللي كنت اسمعها. زين الحين دوري بسوي لك سحر، غمضي عيونك. الو الو، حياه وين رحتي؟ عم تسمعيني؟ هلا دانا، اسفه حبيبتي، يمكن من النت قاعد يفصل. أقول لك، اليوم مريت على أمي أطمن عليها، صارت مشكلة بينها وبين أبوي. لا حول ولا قوة إلا بالله. سكينة. الله يفك عودهم. أحاجيك. اليوم شفت أخوت سلمان بس ما لحقت عليه نحاش. وين شفته؟ شلون كانت حالته؟ بشرني ان شاء الله مرتاح في الشركه. خيي انتو بمقام اهلي والاستاذ سالم مغراني بكرمه. عفا عليك يا انور، انت تستاهل وتستاهل بزياده، بس انا لي طلب عندك ولو ان الطلب بسيط. خيي امور، بعد شوي خطيبته صديقتها جايين عندنا هني. ليه؟ سيارتها بالقراج وبتوصلها صديقتها عشان يجون ياخذون سيارتي. ليك خيي، إذا خطيبتك ما في مشكلة، بالعكس أهلا وسهلا، بس إنه إذا حدا تاني أنا ما بخون أنا ميس. شو هالكلام يا أنور؟ أنا قاعد أقول لك هذه خطيبتي، وبعدين الفال لك إن شاء الله عقبال ما نفرح فيك أنت وميس. يا ريت يا مروان، يا ريت. لو بتعرف قديش عم عد الليالي والأيام بس لها حتى أخطبها. ميس حلم حياتك. ما يحتاج تعد الأيام ولا الليالي، وبتخطبها إن شاء الله وبتفرح فيها. هذه خطيبتي وصديقتها وصلة. أولاك؟ أي.
Thank you very much. هدى شو أخبار المعاريس؟ هسه مرتاحين؟ معاريس؟ يحليلهم مثل كل المعاريس، تلاقيهم أول حياتهم دلع وناسة، تاليتها مشاكل، تاليتها يردون حق الدلع والحياة الحلوة. إيه عادي عادي، طارق إنسان طيب ومحترم وقلبه كبير وحنون، بس إحنا بعد بنيتنا شوية عنيدة وراسها يابس. إيش تقصد يعني؟ أقصد إني ولهت عليها، البيت فاضي، ولهت عليها وعلى عنادها. إي والله يا حلوها، فريتها عودة والله. إي والله. أزيد شكر؟ لا لا بس ممتاز. شني أنا ما بيحط؟ أحسن لك بدون شكر. المرة ضابطة. إي إي. تسلمين مشكور. لي ساعة دق على امي وما ترد، والله قمت احاتيها. كلمي ابوك. ابوي متهاوش مع امي، وهاي الفترة الأخيرة كله ينام برا بالمنتجع، وما تقول لي عشان ما تضايقني. ما ترد. لا تحاتين، يمكن تكون نايمة. مو مشكلة تنام، بس أبى أقولها إنك شفت سلمان اليوم، على الأقل تنام مرتاحة. أنا أدري. الليلة إحنا نايمين. قومي قومي يبا، نمرها أحسن. إي تكفى قوم. أنا أدري. حنا تايب يلا. مساك الله بالخير. مساك الله بالخير. شويش نايم هني؟ كنت انطرك. أدري تأخرت وايد، آسف، أنت عارف الظروف. عادي تعودت. زين دامك تعودتي، ما في عشاء؟ بلا في، تكون سخن. قد قد. أروح أخذ شيء وأروح أبدل وتالي سخنة. أشوف سالفة اتصالك هذه اللي زعجتني.
شوف اخرتها وياك يا طارق. خليني ورا كرام امي بشوف شو النتيجة. السفر هذا خليه بعدين. ألف مرة أقول لك مو أكتر. يا طارق أنا ما أحس إنك يمي. ما أحس إن لي مكان بقلبك. إحنا مجرد اثنين عايشين ببيت واحد وبس. إيش تبين أسوي يعني؟ يا سالفة. إذا استمرت المشكلة بيننا كذي بتأدي للانفصال. انفصال؟ مو قصدي كذي. قصدي إذا استمر الحال كذي الحياة بتكون مستحيلة. ترى المشكلة فيك مو فيني. مشكلة فيني؟ إيش قصدك؟ يعني أنتي ما قاعد تعرفين بنفسك. ما أدري في شيء لازم تسوينه ما قاعد تسوينه. سألني وأنا بجاوبك. موضوع تحقيق أسألك جاوبيني. موضوع إحساس. ما يعني الإحساس. أنا ما أدري شنو علاقة الكلام اللي أنت تقوله باللي بيننا. بس يلا شو أقول؟ أنا ما أؤمن بالحب قبل الزواج، أؤمن فيه بعد الزواج. يعني مع العشرة، إن شاء الله مع العشرة يصير فيها الإحساس هذا. وطالما أن أنت مو متأكد من إحساسك ليش تزوجتني؟ وإذا ما يلحب بعد الزواج شنو النهاية بيني وبينك؟ إيش دراني شنو؟ بنت الحلال اهدي عمره البتي ما يغير شيء بعدين عمتي ان شاء الله ما فيها الا العافيه قولي لا اله الا الله لا اله الا الله بشر يا دكتور حضرتك زوجها؟ اي نعم تطمن ان شاء الله كل شيء تحت السيطره يعني شلون ايش فيه؟ صدمه عصبيه لكن الصدمه العصبيه نمر بهذا السن صعبه نوعا ما علاجها راح يكون صعب بس في عليك مسؤوليه كبيره الظاهر تعرضت لضغوطات كبيره في الفتره الاخيره زين نقدر نشوفها؟ ما في مشكلة إن شاء الله تشوفها بس بعد ما ترتاح شوي. بارك الله. أنا زينكم. شكرا. انتي وينك من زمان؟ لا حس ولا خبر، ايش فيك قاطعه؟ لا تعاتبيني ولا عاتبك، ثنتنا مقصرين. معك حق، من تخرجنا والشغل ماخذ كل وقتنا. مع انك للحين على نفس الاجواء. شلون يعني؟ يعني سعود وريم وماجد. قصدك استاذ ماجد. سوري الاستاذ ماجد. اطلب لك قهوه؟ لا حبيبتي مشكوره. انا كنت جايه حق الاستاذ ماجد اسلم عليه وابارك له. بس ما لقيتها بمكتبه بغيت منك خدمه تفضلي انا جايبت له هديه بسيطه بمناسبه المجله وحطيتها بمكتبه فيا ريت تبلغينا بهالشيء ممكن ان شاء الله
خل نسمع صوتك عادهم. مع السلامة. ألو، هلا يما. الحمد لله بخير. صوتي؟ ما في شيء يما صوتي، لا تحاتي. يمكن من التكييف ولا من كثر السعادة اللي أنا فيها. يا يما يا حبيبتي، لا تتعبين نفسك ولا تزعلين مني. لا تخططين، خططك كلها ما تفيد بشيء. مرحبا. هلا. يلا بسم الله، تفضل وياي. بالعافية، بس أنا ما باكل. لا بس عاد أنا جاي بالأكل، وتاكل وياي عشان يصير بيننا عيش وملح. إيه بس أنا ما أقدر أكل الحين. شوف عاد أخوي سلمان، إحنا صح ما نلتقي إلا في هالقهوة، وأنا ما أعرف عنك شيء وايد، لكن صراحة شايفك مو على بعضك. خير إن شاء الله؟ صاير ترى الدنيا ما تسوى، عيش حياتك يا أخي. بعدين أقول لك، اعتبرني صديقك، افتح لي قلبك يا أخي. أنا وين؟ الحمد لله على السلامة. الحمد لله على سلامتك يما. الله يسلمك حبيبتي. أنتي تعبتي شوي وبناتك المستشفى، بس أنتي ما فيك شيء الحمد لله. سلامات سلامات يا أم سلمان. لا إن شاء الله غدا شرج. الدكتور طمنا، يقول بس هي شد أعصاب. عاد شلت شب شد الأعصاب الله يهديك. ترى البيت مو حلو من غيرك. ألف الحمد لله على السلامة. الله يسلمك حبيبتي. يا عيون نايف. أمري. اتصل على فيصل، من زمان ما مرني. ايه حاضر. الو فيصل. خير، ايش عندك؟ اختك تبي تشوفك، تعال لها المستشفى. قول لها ما عندي اخت. شو اقول؟ قال بيمرج بعد شوي ان شاء الله. من قال لك؟ قل له انا ولهت عليه لا يتاخر. فيصل، اختك تقولك ولهت عليك، تعال لها للتاخر. اختي اللي ما تطير ما بيها تلعب بالحلال، تبني مستشفيات، خلي اللي بيبني لها مستشفيات تفيدها. شو يقول بيمرني؟ يقول بس بيقضي شغله صغيره وبعدين بيمرج. قول له لا يسرع ويدير باله على نفسه. لا تقص عليه، انا ماني جاي ليلتها ولا على المستشفى. وايد انا حامل، انا حامل، كان ما لعبت بحلالي. ابيك تبلغها ان حتى جنازتها ما راح احضرها. فيصل، الحكي هذا مو صحيح. هاتني كلمة. فيصل. حنان حنان حنان.